السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة مستر تك. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من إعدادات الراوتر هواوي HG630 فيرجن 2. في الحلقة اللي فاتت عملنا مقارنة بسيطة بينه وبين الراوتر سوبر فيكتور، وعرفنا أن ده أقوى في الواي فاي، بالذات أقوى من الراوتر ZTE، واللي كل اشتكى منه بسبب ضعف الواي فاي. وكمان راوتر سوبر فيكتور بتبقى سرعته عالية جدا لدرجة ان هو بيخلص لك الباقة في وقت قصير جدا، وما بتعرفش تقلل سرعته للحد اللي انت عايزه، يعني ما بتعرفش تحدد السرعة اللي انت عايزها. كمان بقى اتعلمنا ازاي مثلا نعرف السرعة اللي انت متصل عليها، وازاي كمان تقلل السرعة باكتر من طريقة. اول طريقه اللي هي طريقه الاي دي اس ال ميدوليشن، ودي بتقلل لك السرعه من 15 ل 20 ميجا، لكن ما بتقدرش تحدد السرعه اللي انت عايزها بالظبط. لكن في خاصيه الباندويتس كنترول اتعلمنا ان احنا نحدد السرعه اللي احنا عايزينها بالظبط، وليكن 2 5، اي سرعه انت عايزها بتكتبها، تكتب السرعه اللي انت عايزها بالظبط، وبتقدر تحدد له السرعة محددة يشتغل عليها. بتكتب هنا السرعة طبعا اللي انت عايزها، وبتضغط على سيف. وده طبعا اتعلمناه في الحلقة اللي فاتت بخطوات بسيطة، وهسيب لكم برضو الرابط بتاعه. الحلقة ديت بقى هنتعلم اعدادات الواي فاي، وازاي تغير الباسورد الواي فاي باكتر من طريقة، وهنتعلم ازاي نحدد عدد المشتركين، يعني عدد المتصلين اللي انت عايزهم، وهنتعلم ازاي نخفي الشبكة، دي مهمة جدا طبعا في الحماية. وهنتعلم كمان ازاي تختار اقوى حماية للواي فاي. وطبعا قبل ده كله، ازاي تعرف الاجهزة الغريبة المتصلة بالشبكة، يعني وازاي تحذف الاجهزة ديت من الشبكة، يعني ازاي تعرف مين سارق منك الواي فاي، وتدخل وتحذف الجهاز ده خالص من الشبكة، يعني ازاي تطرده من شبكتك. كل ده هنتعلمه بخطوات بسيطة جدا عن طريق سواء الكمبيوتر او الموبايل، سواء كنت متصل بالسلك او متصل واي فاي عن طريق الموبايل، هي الاعدادات واحدة. طبعا اول حاجة بتتأكد انك كونكت على الراوتر، سواء بالسلك عن طريق الكمبيوتر او متصل عن طريق الواي فاي. اول حاجة بنعملها بنفتح الجوجل كروم، وبنكتب فوق في الادرس 192.168.1.1. طبعا لازم نكتبها وما نختارش من الاختيارات اللي قدامنا. هيظهر لنا اليوزر نيم والباسورد، هنكتب في اليوزر نيم كلمة ادمن ADMIN حروفها كلها سمول، اما الباسورد بتكون حروفه كلها كابيتال، وبتكون موجودة على ظهر الراوتر. بنكتب الباسورد وبنضغط على لوج ان. بتفتح الصفحة زي ما انتم شايفين. بنيجي اول حاجة على علامة الواي فاي اللي قدامنا دي، بيظهر فيها الاسم والباسورد، اسم الشبكة والباسورد بتاعها. بتغير زي ما انت عايز من الاسم والباسورد، ويفضل تغير الاثنين، وتضغط على سيف. دي كده اسهل طريقة لتغيير الباسورد، يعني لو انت هتدخل تغير الباسورد بس وتطلع، وانت بقى المفروض ان انت عامل بقية الاعدادات. اما من هنا بقى فبيظهر لك الاجهزة المتصلة بالراوتر، بتقدر تعرف عن طريق الماك ادرس واسم الجهاز انهي جهاز مش معاك في الشبكة، يعني هتقدر تعرف الاجهزة اللي موجودة معاك في الشبكة عن طريق الماك ادرس او عن طريق اسمه. الجهاز الغير مرغوب فيه او الجهاز اللي هو مش معاك في الشبكة وحاسس ان هو ده اللي يكون سارق الواي فاي، بنحذفه بالطريقة اللي حضرتك شفتها، او بنعيد الطريقة تاني.
دي الأجهزة المتصلة بالشبكة، من ضمنها الأجهزة الغير مرغوب فيها أو الأجهزة اللي أنت شاكك إن هو يكون سارق الباسورد. هنشوف أنهي جهاز، وهنيجي على كلمة ديليت. وبعد كده بتضغط على اوكي، كده الجهاز ده خرج من الشبكة. بعد كده طبعا لازم تغير الباسورد، بس قبل تغيير الباسورد طبعا في حاجة اسمها WPS، ودي بوابة الاختراق. انا بسميها بصراحة بوابة الاختراق، لان دي عن طريقها بينزل برنامج صغير وعن طريقه يخترق الواي فاي بتاعك. فديت طبعا لازم تخلي بالك منها جدا، ولازم تشيل علامة الصح من على كلمة إن. بنروح على WLAN Settings وبنختار منها WLAN Inscription، وهنا بنلاقي إعدادات الواي فاي كاملة، الاسم والباسورد، وطبعا هنا الهيد لو عايز تخفي الشبكة بتاعتك. وعلى فكرة بمجرد انك بتخفي الشبكة بتقفل ال WPS، يعني في الحالة ديت لو انت هتخفي الشبكة بتاعتك يبقى انت مش محتاج انك تقفل ال WPS، لكن لو الشبكة بتاعتك ظاهرة ففي الحالة دي لازم تدخل وتقفل ال WPS بنفسك. وهنا لو ضغطنا هنا بيظهر الباسورد اللي انت بتكتبه. يبقى كده اول حاجة بتقفل ال WPS، تاني حاجة بتغير الاسم والباسورد، ولو محتاج تقفل الشبكة عن طريق هيد وبتضغط على سيف. اما بقى من هنا بتقدر تحدد عدد المشتركين، يعني هنا هو كاتب 32، انت تقدر تغيرها تخليها 5 10 2 1، اي عدد انت عايزه. وطبعا بعد ما بتخلص كل الاعدادات ديت بتضغط على سيف. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. طبعا لو عجبك الحلقة متنساش تضغط لايك وسبسكرايب للاشتراك في الصفحة، وطبعا اي سؤال ممكن تسيبه لي في التعليقات، سواء هنا في صفحتنا على اليوتيوب او في صفحتنا على الفيسبوك وسبورت تيم. واي حد مش مشترك طبعا في صفحة الفيسبوك يشترك، لان بننزل عليها كل الفيديوهات الجديدة، وبرد طبعا على اسئلتكم واستفساراتكم بقدر الامكان. فما تترددش في اي سؤال انت محتاجه سواء على الفيس او على صفحتنا على اليوتيوب. وشكرا لحضراتكم.